حكم لقاء السوبر، انت شايف الاجواء اللي بتقام فيها الماتش يعني حاجه جديده علينا في الكره المصريه؟ حاجه جديده فعلا علينا، بس هنقول ربنا يعديها على خير وتعدي المحنه دي وتبدا تاني رياضه وكره في مستوى على رجليها من جديد ان شاء الله. بعد اختيارك لاداره اللقاء يا كابتن، انت كنت حاسس ان الماتش هيبقى صعب او ممكن كان؟ يا كابتن انا بالنسبه لي عندي ماتشات كاس عالم وماتشات كاس امم، فانا متعود اني بلعب ماتشات اصعب بكتير يعني. بتكلم على الاجواء المصاحبه، هل كنت تتوقع ان ممكن يتم التاجيل مش هيتم التاجيل؟ لا 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 نهائي خالص. انا متوقع لغايه ما جينا للاستاد الماتش هيتلعب يعني ان شاء الله، وان شاء الله هيتلعب الماتش ان شاء الله. محدش بلغك بالتاجيل خالص؟ لا لا لا.